سلام لجيورجيوس ذو الاسم العظيم اخترك الرب يسوس جاء ذكرك في الاقاليم تقدمت ايها المضطر الى ذكرك يا يسوس فاكسب كل الكفر كعلامه قسطنطينوس ردت لديانوس على وجهك النعمه جميلا في شخصك تضيء مثل النجمه فقال لك يا مضطر انت من اي مكان انا لي ثلاثه اعوام ما رايت مثلك انسان فما حدك عندي حتى اتيت الان تعال واخبرني انت من اي مكان بحق يسوع ربك تخبرني يا انسان عن ابيك وجدك كان وزيرا ام سلطان فقال له جيورجيوس انا ابن اناستاسيوس وانا عبد الرب يسوس بخريستوس كبدك يا بلدنا ونسبنا في فلسطين وفيها مرفانا وفيها مقيمين السلام لك يا قديس يا ابن أناستاسيوس يا حضر النفس يا عبد يسوس بخريستوس تفسير اسمك في أقوال كل المؤمنين الكل يقولون يا إله ماري جرجس أعنا أجمعين